الأجندة اللي مليانة مواعيد والسفر الكتير دي حياة متعبة إلى أبعد الحدود. إيه اللي يخلي حد يتحمل هذا الإجهاد؟ يعني من ضمن الحاجات اللي كنت بتحكيها لنا إنه سافرتي تقريباً 4 دول في مدة أقصاها 10 أيام. 4 قارات. أربع قارات حتى في 10 أيام. صح. اللي يخلينا نستحمل ده هو لك في أنا اقتنعت بقصة. ها. ما في حدا بيشتغل هاي الشغلة متوازن. يعني كلنا عنا حيز من الجنون بخلينا فعلا نجي على حالنا بأشياء كتير. المهنة حلوة وفيها الواحد ممكن أحيانا تحس الناس كتير ممكن من برا تشوفها مهنة سهلة مهنة سريعة. ممكن الناس تشوفها هيك. حقيقة هي مهنة ما بتختلف عن غيرها من المهن. ممكن يكون فيها ضغط أكتر. أي حدا بيكون في عنده ظهور على فكرة ما خاص فقط الموسيقى. في بده يكون عندك شغف كتير كبير لتقدر تلخص 75% من حياتك بالسفر أو بالتصوير أو بالحفلات يعني أو بالإعلام. يعني حضرتك بتعرف أنه هي الحلقة ما أنا بس الحلقة هي مو الظهور طبعاً. هي التحضير، هي نهارك كيف بتقضي، شو بتاكل، شو قدي لازم تحافظ على صوتك، كيف تفكر. يعني هي المهنة بتسرق كتير من علاقاتنا الشخصية وصولا إلى ردود فعل ما بعد الحلقة في حالتك ما بعد الحفلة. تماما. وفي كره إجباري بدنا نتلقى دايما بيصير. الناس ما بتعرف غير اللي بتشوفه، فكل شيء ما قبله بعد ما بيبين. وأحيان بفهم هذا الشيء، أحيان ما بفهمه، أحيان ببرره، أحيان لا. بس أي مهنة من المهن اللي فيها ظهور عام، يعني إنسان واحد ظاهر قدام عدد كبير من الناس، ما أنا من أسهل المهن. الاختيار بيكون بناء على الشغف الكتير كبير عند هذا الشخص تجاه الشيء اللي عم يعمله، أو تجاه الشهرة، أو تجاه حاله، لأنه هو بيحب هذا الشيء ومنيح كتير فيه وما أنه حابب يعمل شيء تاني. هو ما أنه سهل بس هو بيحبه. فباختصار أول شيء الشغف، بعدين التعود. نحن مبلش نتعود أنه نحن غايبين. نحن بيتحول السفر عنا اللي بنسميها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. أو وهي متعبة. يعني السفر بيعني ما في استقرار عاطفي، ما في استقرار اجتماعي، ما عنا علاقات متوازنة، صحيا وجسديا في انهيار دائم ومرض زايد، بس منحبه وبنعمله. هلأ هو قولا واحدا في شيء عنا عن جد في مشكلة. أكيد الدماغ معمول بطريقة تانية، بحيس أنه منحب الأدرينالين، منحب المشاكل اللي بتصير قبل. يعني في هيك في حالة مثل الطيارين، في حالة بتعبي الدم، بصير في حماس كتير وانت بعدها بتخليك تروح لمطارح انت ما أنا محدودة. فهي هذا السبب الأساسي باعتقادي، إدماننا على الأدرينالين غالبا وحبنا للشي اللي عم نعمله نحن منحبه. بتصبح مستمتع بالمتاعب اللي جايبها لك الشغلان نتيجة مشاكل عقلية. يعني لا يعني عن جد هي بتبقى تركيبة الفنان مختلفة. تركيبة الفنان مختلفة، هو نتيجة التركيبة المختلفة نحن من المشاكل اللي بتجي مع المهنة بنبقى منحبها. ولأجل كل هذه الأسباب هو فنان لأنه مختلف. تماما. ده بمنتهى البساطة. ومو أي إنسان بيقدر يعمله، ولا هو بيقدر يعمل مهنة تانية. ما يعرفش يتخلى عن ده. لا هو شوي شوي ببلش تأقلم، بعدين بتصير هاي عادته، هاي الحياة. العادي بتاعه هو الغير عادي عند غيره، بيصير ده العادي. طب ازاي بتتعاملي مع اللي لسه كنت بتشيري ليه، فكرة كراهية غير مبررة؟ يعني فجأة تلاقي ناس بتصب عليك جمل غضب بلا اي سبب منطقي واضح. هلأ في ناس بتقلك ما بقرأ وما بشوف. ما بعتقد في حدا ما بيقرأ. يعني حتى بعتقد مارلين مونرو قالتها أصعب، مدري مادونا بصراحة ما بعرف مين بالضبط، أصعب شيء بهي المهنة. يعني الإنسان هو أساسا بالسوري من أولى شحاد حب، هو إنسان بيعيش على طاقة الحب. نحن دايما بدنا نرضي اللي حوالينا ونحس بالرضا منهم. قيمتنا تجاه حالنا بنستمدها من رضا اللي حوالينا ومحبتهم وإعجابهم فينا. هاي فكرة أنه أنا بحقق ذاتي كل وقت وأنا بشبع حالي هي جديدة، بس هي حقيقية، بس هي صعبة. لهيك حكوا فيها الأنبياء. الأصعب أنه أنا أكون بشبع حالي فقط، الأسهل أني أنا أرضي اللي حوالي دايما، الناس تحبني. مشكلة هاي المهنة أنه نحن بلحظة رح نقبل أنه الناس ما بتحبنا، وهذا صعب. صعب نكمل حياتنا ونكمل باللي عم نعمله فيه.
الطبيعي انه البشر بتنقد بعضها كل عمرها، دائما في مشاكل ضمن العائله الوحده، السبب انه الناس بتنقد بعضها، بتتضايق من بعضها. الكره هو شعور بشري مثله مثل الحب. الفرق بس انه انت احيان ممكن تريجر، تصيد، تحرك الاختلاف اللي عند شخص تاني. وبشكل عام البشر، انا لحتى اقدر اقبلك انت لازم تكون تشبهني، اختلافك عني بحسسني انه انا عندي شيء غلط، انا مش حقبل ده. الاسهل اني هاجمك لدافع عن حالي. المشكله الاساسيه رغبتنا بعدم وجود اختلافات ما بيننا، وهذا مستحيل لانه البشر مختلفين.